ويعطيكم العافيه اخوان. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. يا اخوان على طلب المتابع رمزي خوري قال لي بالله عليك ارفع لي كل حمامك على المغاربكم، وانا بدي اقول له لعيونك هاي اكثر من 120 طير يا اخوان، بالرغم انه هسه كانت معي طير باك الثاني ما بعرف شو مثل هيك راح فساد على العمره ديك عليها القوس هاي شايفين على الشباك. في ناس بحبش اصور وانا بقول لك ابشر يا طيب. ها فيا فيا بس يا اخوان خلينا نمسك مع بعض الكوم هاي شايفين. صلاة على النبي يا اخوان، صلوا على النبي. ما يشدنا لك عليهن كمان. ها اسمع بجد والله بعطيهن طبله واحده، طبله واحده اعطيهن بس على الخزان. خلينا نمسك ببعض بس يجي انسان شوي. ابشر لعيونك. هاي عندك هي بس خليها توطى شوي اخبط. اه خليها تقلب هاي يا اخوان، حتى الريحاني محن، الريحاني والبوز كل المحن، الزواجل، النوري، المنمرات، هيو كله طاير. لا عيونك يا رمزي، ابشر بعزك. هاي اكثر من 120 طير. طبعا يا اخوان مش كله طاير والله، في كم من طير مخليهن هاي شايفين. ها المخاليف ترى الباكستاني شكله بيت هذاك الطير، زي الباكستاني سكسفوني والله ما عارف. كان معنا يا اخوان شكله الطير داير من تعب، حط على العمره ديك على الشباك ما وصل العمرة والله على الشباك بس حط. تع 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 تعي 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 تعي. خليه خليه عادي عادي. أعطي أعطي. روح. وين راحت يا إخوان؟ بين الدور ها. الشارع. طلع الريحان يا إخوان. مش متعود. روح هاي الريحاني يا اخوان شفتوا. خليه 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 يمسك محن الريحاني، اهم شيء الريحاني. خليه واعطيه طقع بس انا شوي. يلا روح. هاي العيون رمزة. ابشر طلع الهومر يا اخوان وراح فساد على العمره ذيك بشرفي. تبع الصبح هذا مش متعود على البرم مثل هيك. تعشي الحيوان بعد الظهير. ايه معشي. ها انا لو بعرف ايه قلت لك اخرتها اجي. يلا مش مشكله. انا ما كنت متوقع اروح بكير من الشغل. ايه شو اذا هاي الفرقة اذا مالك هذا لا. اذا الريحاني شفته وين راح لحاله الريحاني ترى.
تعال. وهيني كمان بدي اكش طير جديد. هسه رايح افك تبه، يلا روح لعيونك رمزي. بس من هسه يا رمزي اذا الطير ضاع ما راح اصوره. انا لا بدي هذا. لا عادي. إيه؟ والله ما بصوره. عشان يصير يقول الناس هذا طيرهم القوي. والله ما بعرف بيطير بفلت. خليها تحط، اسمع خليه يحط، اصورها على الارض هي قاعده بتلعب، اصور له اياها، بصور له اياها كمان على المغرب، بطلعها كل الحمام تاكل برا. طبعا صعب صعب اصورها على الليل لانه عندنا الضوء. هاي شايفين يا اخوان، بكره هاي بقدر اصور على الليل. لا بس اليوم بدي انزل فيديو، اني وعدته انا اليوم اصور له اياها. تع 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 تع، خليها تنزل هيك لقطة شاشة. أخ, اخ 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 هاي لقطة الشاشة هيك، خليها هيك. يا سلام. هاي يا اخوان طلعت كمان 10 طيور والله العظيم عشان رمزي، يبشر بعز رمزي. هاي شايفين يا اخوان هاي الحمام، في من ضمنهم يا اخوان طلعت مسود احمر جديد والله العظيم، فكيت تبه هسه. هاي 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 يا اخوان اللابس اصفر، هذا لابس اصفر يا اخوان. هاي لعيون الغوالي، والله لعيون الغوالي. اخوان في حمام كثير عندي مش متعودة على المساء، لانه كلها بس حياتها بتطير الصبح بس فقط، يعني مثل مخاليفة هاي الطايرة نصها. والله يا اخوان متعودة على المساء على الصبح فقط، فأنا ما راح اطلع على الكش الا تخلف كلياتها تصير تفحل، بصير احط طير طير بالكشة خليه ياخذ على الوضع، ما بطلعهم كلهم هيك يا اخوان مستحيل، انه انا مع الكل صيد، عارفين كيف يا اخوان، انا مع الكل صيد، عشان هيك ما بدي يصير اي غلط وخلي الناس تترزق مني. يلا يا رمزي روح لعيونك. طبعا يا اخوان في كمان طلع الخموم بعدها ملاني قسما بالله، بس المشكلة بعجق الدنيا، بديش اعجق. طلعوا ها طلع بعجق، بديش اعجق الدنيا. طلع يا اخوان طلع بديش انا اعجق الدنيا يا اخوان، عرفتوا هاي بديش اعجق الدنيا، انا ما بدي اعجق الدنيا يا اخوان، بس والله عشان هيك. طبعا هذاك الطير يا اخوان شكله بيت الباكس الثاني على العمره هذيك، ما تحملش البرمه شكله داير، بس انا يعني بتوقع بكره الاقيه مع المقصوصه هون الصبح، هيك حاسس انا. الله اكبر والعزه بالله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر الله اكبر والعزه لله ولا اله الا الله محمد رسول الله. Thank you.
طبعا يا اخوان هاي امبارح عملت لها صيانه المحط، فبكره ان شاء الله بدنا نركبه. هاي صار جاهز على التركيب طبعا طول امبارح وانا بلشان فيه والله. تعالي هاي يا اخوان خلص الاذان طبعا عشان يرفعها اخر مطيار لعيون. هاي لعيون التوك توك، هاي لعيون التوك توك وكرمال عيونك يا رمزي خوري. ابشر اخوي. كأن الدنيا صارت الشتي يا اخوان والله. البرديش تاع المي معلق وين؟ ها البرديش المي معلق. عملكوا يا طقعة أخيرة طلع طلع يا اخوان. ان شاء الله طقعة هاي بين الارض راحة هسه هيك الحمام يا اخوان ما بتطلع تكون هلكانة والله. طلع 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 كيف هلكة 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 هلكة. الحمام كثير هو مش متعودة على مش متعودة. ولا تطير بيت يا اخوان على الشباك والله ما بعرف باكستاني سكسفوني بين الحمام كان. خلاص يا اخوان بدي اصبغ الحمام كلها صبغة لفت. هاي طارت اللي بدها تطير واللي بدها تضل تضل يا اخوان. هاي صارت الحمام تتعب يا اخوان والله انه في كوم يا اخوان. مشكلتها في حمام الصبح والحمام الكوم كل واحد برمته على الثاني بتختلف والله يا اخوان. في يعني في حمام الكوم تتحمل برمه، حمام الصبح ما بتتحمل برمه. يعني انا قاعد بقعد عليها حمام بنشر حمام مثل هيك شغلات عليها اشياء خفيفه. عرفتوا كيف يا اخوان؟ بس فقط يعني Thank you.
المصري المسود الاحمر بدور على طيف، وهي طيف اخوان، هي هون حاطها البلدية، هي هي طلعت سكة بنزل عليها. يلا انزل، واحد اثنين، هاي شايفين اخوان، هي هذا جديد والله، هاي شايفينه، هذا طيرناه لعيون رمزي جديد والله. طبعا المعشور ريشه بريشه اللي عندي، هذا لابس برتقالي، لابس صلاته على النبي، 7 × 7 = 10. الله يعطيكم العافيه اخوان. يا اخوان بتمنى من جماعه التيك توك يتابعني على اليوتيوب،